بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المشاهدين والمتابعين، هذه تحية نهاد الروديني، أحييكم من جديد وفي تغطية جديدة لاختتام بطولة رمضان يجمعنا التي نظمها الكابتن غيث رعد وعصام رحمن في مباراة تجمع فريق برازيل الوردية إلى نجوم المنتظر. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت الزميل المميز إبراهيم إسماعيل. ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا المهرجان الكبير. المشاهدين والمتابعين، أنا وياكم نرحب بالكابتن غيث رعد الجنابي في ختام بطولة رمضان يجمعنا اللي تجمع فريقين برازيل الوردية يلاقي نجوم المنتظر. طبعا أكيد نتكلم عن هذه البطولة وإن كان وقتها يعني مرور يمكن أكثر من 5 أو 6 أيام من العيد، لكن يعني للظروف أحكام نتكلم عن هذه البطولة وعن جميع هذه الشخصيات الرياضية الحاضرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. طبعا أعتذر أول شيء بالنيابة على الجميع على تأخير المباراة، بس تعرف العيد والضغوطات الموجودة على المعلقين والمنظمين هواي والبطولات هواي، فما أردنا تصير يعني بكثرة وما تصير ضغط على المعلقين وعلى القنوات وعلى أي واحد ولا على الحكام. تدري أنت اليوم صعب تقول له تحكيم يجي حكم. البطولة ضمت أكثر من 34 فريق تأهلوا مباراة النهائي ووصلوا الجدارة نجوم المنتظر وبرازيل الوردية، فريقين مميزين. البطولة مرتبة، طبعا شارك في البطولة أكثر من 15 حكم لإنجاحها. أيضا في كلمة ختام، طبعا احنا أكيد ملعب تعرف الملعب يعني قريب على الشارع العام وموقع استراتيجي، لكن حقيقة يعني المفروض يكون هذا الملعب ببطولات بنشاط قوي، لكن نشوف أكو يعني الضعف وخمود في تنظيم البطولات. والله يا كابتن احنا مبتعدين يعني شوية عن الملعب بسبب الظروف وبسبب الأعمال، العالم هم يعني رواد في تلعب حجوزات وكذا، فمر نضغط عليهم، بس إن شاء الله بالأيام الجاية بطولة وانتظرونا بطولة يعني بعد هاي البطولة على روح الشهداء أبو سيف أحمد المازي والمرحوم أحمد جمعة والمرحوم رعد رحمن، يعني راح تكون بطولة نموذجية إن شاء الله. وطبعا نيابة عنك وعن الجميع أشكر الشخصيات الحاضرة كلها جميعا، كابتن ماهر، كابتن عماد، كابتن محمد الوطني، جميع إن شاء الله. وأنا أشكرك لهذا اللقاء وإن شاء الله نشاهد يعني كرنفال كبير يليق بهذه الشخصيات الرياضية والجماهيرية. DJ. Go.
السنيوره. العيديه متاخره يا شباب، العيديه متاخره يا شباب. صباح صباح ودائما ما يوفق الصوره. هذا الشبل من ذاك الاسد يا صباح، هذا عباس الليله في الاماكن العاليه يريد ان وعاد الحارس. الحارس غادر ولا لا؟ حد يكلمنا حد يكلمنا لو غادر الحارس. جحيح انتم هنا لست في مأمن، انتم هنا لست في مأمن ابدا. نعم هي صعبة، هي صعبة ان تكون، ان تكون او لا تكون. بالبطي بالبطي رفضت التسجيل يا اولاد، انتم من رفضتوا التسجيل في هذا المكان. لا علي تحسين ممكن ممكن ممكن. هل سياتي الهدف من هذه التسديده؟ من هذه التسديده؟ التسديدات القويه ان كان هدف، كان هدف نجوم الورديه من كره، من كره مرتده. بل سياتي الهدف الاغلى والاحلى. الليلة الكرب راح يرتاح. لا والله، لا والله، حلقيهم زيت الحليب والحفاظ. الليلة رجالة ورجالة المرتدة العشرة ممكن ان يجرب من الكرة العربية، ممكن المصري لكن الخطاياتي، الخطاياتي المصري. شباب معاهم لعب الخط الاول لنادي الطلبة في بطولة الام، ام المعاهد الشام. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، راح يحبينا متابعينا في كل مكان. كان عوده ثلاث الاهداف الى اجوار الشوط الثاني. الشوط الاولاني كل النساء بل كان باجمل اداء. شكلهم يحبوني، شكلهم
الكره الى الشيخ، هذا شيخهم، هذا الشيخ الاسد، هذا اجمل من شباب البغبغاء، هذا يحاول التلاعب بها كما دفاعات. العب يا ولد العب، فهد السادة السادة مبكر يا سادة، مبكر مبكر مبكر، لا 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 والفولاد متى تسجلون؟ Yeah.
رصيص على دفاع هذا الولد في المدينة هذه عرضية للكل. لا 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 يا حبيبي عنده فريق مرتاح مرتاح واللي عنده فريق ما راح ينام ليلة ما راح ينام ليلة. تقبل الخصم على الدين البطل واحد البطل واحد ولسه النتيجه فيه مقابل واحد وغير فرحه معه في قبول مقابل واحد. جماعه كل غير ثمن أن تكون لاعب لأبناء المنتظر إيش ما أن تكون بهذه اللحظة أنت منتظر الكرة وتبرر لكن أي تبريرة أي كرة لكن يدافعون يقاتلون من أجل معركة من أجل معركة خيف أحرقها هذا حريق يا خيف الركلة ركلة ركلة مباراة مجنونة الركلة الركنية الأخيرة لكن ليه ويلعب لكن في نادي الصناعة الكادر راد صحي انت قصي منير هذا الأسمراني هذا الغزال الأسمر واسطة الكرة اليساري ممكن يا ولد ممكن الخطأ يأتي جنة تونة عبد التونة أخيرة يا حبيبي أخيرة أخيرة أعطيكم وقت أعطيكم خمس دقائق أعطيكم بعد يا سيارة يا سيارة يا سيارة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أقدم الشكر لقناتكم نهاد السفاح لكابتن نهاد طبعا جهد كبير. أولا أشكر صاحب الدعوة غيث طبعا دعوة كبيرة هاي لسلمان باق اليوم متعنين من بغداد من أجل تغطية الصورة ونوصل صوتنا إلى قضاء المدائن. صراحة شفنا أجواء عالمية صراحة اليوم الأجواء مختلفة اليوم أنت من تطلع بهيج أماكن وبهيج أجواء راح تشوف أجواء مختلفة اليوم صراحة الأمر غيث جوائز عديدة تنظيم رائع والثقة الكابتن نهاد لكن على جماهيرنا
على جماهيرنا اللي حضرت صراحة الأمر جماهير كبيرة، ما توقعنا هذا الحضور راح يكون، لكن بعد هذا الجماهير وبعد هذا الحضور شاهدنا جوائز عديدة وتنظيم أكثر من رائع. مبروك لفريق نجوم الوردية، هارد لك للكابتن حازم جحيل، مباراة جميلة، مباراة كانت روعة. لكن احنا رسالة صغيرة أريد نوصلها في جميع المعلقين ولا جميع المحافظات وخاصة بغداد، على جميع المعلقين أن يمشون بصوت واحد، صوت واحد، لا حد يصيح أنا واحد وذاك واحد. اليوم احنا نوصل صوتنا ورسالة واحدة، انا بهذه الرسالة ما اقصد اي بشر، لكن خليها توصل من قناة نهاد، وشكرا لكم.